السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على القناة. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير إن شاء الله. أول حاجة بغيت نقوم بها في هذا الفيديو هي أنني نرحب بالمشتركين القدامى والمشتركين الجدد، ونتمنى أنني نكون فيتكم شي حاجة وتكون هذه القناة هادفة وتستفدوا منها. أما بالنسبة للفيديو ديالنا ديال اليوم، غادي يكون عبارة عن جزء أول لتحضيرات واحد العرضة اللي جات على غفلة، وبما انها على غفله يعني ضروري ما خاصنا نحضروا مكونات جد بسيطه واللي ما كتاخذناش الوقت، لانه كانت عندي غير واحد العشيه باش نحضر فيه جميع المسائل. ولهذا غادي نشارك معكم في هذا الفيديو هذا واحد الكيكه اللي جد سهله بدون فرن بدون تعب وما كتاخذش الوقت، يعني نديروها نخلطوها في كاسرول وكتكون موجوده صافي. يعني غادي نحاول ما امكن ان هذا الوصفات يعني يكونوا جد سهلين، وبما انه جاتني على غفله يعني ضروري ما يكونوا خاصين هكا شي حويجات في الدار. ومشيت لالدي، الدي هي اللي قريبات لي، ما بغيتش نمشي للكوغا ولا الكارفور حيت هما اون فوا كندخلو لهم كنساو راسنا في لي غيون كنبقاو ندورو. ولهذا مشيت لالدي بسرعه وخديت حويجات اللي كانوا خاصيني، وبما انه ما كنمشيش لالدي بزاف خديت حتى لي بان شوكولا، حيت لي بان شوكولا ديال الدي ولي بغيوش ما فيهمش الكول وما فيهمش لاسيد غرا. وكذلك كما غادي تلاحظوا معايا في المشتريات اللي غادي نشريو ونشاركو معاكم، خديت حتى الخبز ديال الكباب اللي حتى هو ما فيهش الكول. وكذلك عندهم لاموس ليجوا حتى هي ما فيهاش الجيلاتين بالنسبه للناس اللي كيبغيوها، لانه معروف في لي زوتر مارك كتكون عندهم الجيلاتين. ولا كنتم مهتمين خليكم معايا للنهاية. من بعد ما وليت من الدي يعني خديت هذاك الشيء اللي كان خاصني. هنا خديت 3 كيلو ديال الفارينة. الفارينة ديال الدي وليدل يعني كان هي اللي كان يعني كتجيني احسن فارينة هنايا، احسن هذوك لي غروند مارك. خديت هاد لو بان شوكولا ديال الدي. عند الدي عندهم لو بان شوكولا، عندهم كذلك لي بريوش، وحتى لو بان دومي، لو بان ديال الكباب اللي حتى هو خديته هنايا يعني ما فيهمش الكول. وكذلك هذاك لاسيد غرا يعني كيكون دوريجين فيجيتاريان، يعني المصدر ديالو كيكون نباتي ماشي حيواني. هنايا خديت هاد لي بات، يعني كيما قلت لكم خديت غير اللي خاصني. خديت الثومه، كنت نسيتها السيمانه اللي فاتت مشيت للكرون فري ما خديتهاش ودابا خديتها. خديت هاد البسكوي اللي معمر بالشوكولاته، وخديت كذلك هاد الكاتو هذا، هاد الجينواز. خديت كذلك الفرماج اللي بغيت نستعمله في تزيين السلطه. هنايا خديت هاد ياغورت لا غريك سافور يعني بالحامض. خديت كذلك الماسكاربون، خديت هاد لا كريم فريش كاتبين فيها بانها مزيانه لا شانتيي، غادي نستعملها يعني مزيانه لا كويزين ومزيانه لا شانتيي لي دو. خديت كذلك لو طون، اما بالنسبه للطون يعني ماشي هو ماشي رخيص في الدي، يعني 1.49 يعني راه غالي مقارنه مع كارفور ولا كورا، خصوصا ملي كيديروا فيه لو برومو كيولي يعني قل من اورو. خديت كذلك هاد لو فروماج بلون. وفي الدي كذلك كاين هاد لا كريمو شوكولا لي جوار، لي صراحه يعني هي الوحيده لحد الساعه اللي ما لقيتش فيها لا جيلاتين، وحتى هذاك لاسيد غرا ما فيهاش حيواني فيها نباتي. اما بالنسبه للماركات الاخرين يعني كلهم فيهم الجيلاتين. وهنايا كما كتلاحظوا هذا كلاسيد غرا يعني اللي كيكون مكتوب فيه الـ E460 74 يمكن كيكون هنايا مكتوبه فيه كولزا، يعني مصدر ديالو نباتي. خديت هذا الكباب كما قلت لكم، خديت البطاطا الحلوه، خديت شويه ديال الجزر، كان عندي هذا غير واحد الكيلو. خديت كذلك هاد لي طوماط سوريز اللي بغيت نزين بهم السلطه. خديت هاد لي كلاص هادو صافي، وخديت
عصير نكتار ديال لورانج، وخديت كذلك هاد كوكا كولا والبنان. والان غادي نمرو باش نشارك معكم الحوايج اللي خديت من عند يعني لابوشخي حلال، ونتلاقاو من بعد ان شاء الله. هنايا خديت نعناع، خديت القزبر والمعدنوس، خديتهم باش نزين بهم السلطة كذلك. وهنايا خديت جيغو ديال الغنمي. وصافي هادو هما المشتريات اللي خديت من عند الجزار. يعني هادشي اللي خديت هنا يعني الاغلبيه ديالو يعني بالعرضه، ماشي المصروف ديالي، لان المصروف كنت سبق لي وشاركته معكم. وحتى هادو يعني المحوج اللي كانوا بقاو لي في السياره ما كنت شفتهم. هنايا عندي ثلاثة ديال الشوكولات الاسود. هنا كنت باغي ندير واحد لاموس وشوكولا، مي ما بقاليش الوقت باش نديرها. وهنا خديت لي لانجيت، خديت هاد الايس تي، خديت فانتا كانت، خديت هاد لي جو، خديت جو دو بامبلوموس، خديت جو دو بوم، خديت جو داناناس و جو دورانج. وصافي ودابا ان شاء الله غادي نبديو. ولكن قبل ما نبدي هنايا انايا خرجت من الثلاجه، خرجت هاد لي فروي دو مير باش يديكونجلاو على خاطرهم. خرجت كذلك هاد الورقة هادي اللي كتكون كونجولي، خاصنا نخرجوها بالقليله واحد الساعه قبل ما نبديو الخدمه ديالنا. ومن بعد غادي نمر باش نسلق هذا القمح، هذا القمح اللي كيطيب في الساعه في 10 ديال الدقائق. وبالنسبه لهاد العشوب هادو ديال السلطه، انا كناخذ هادو ديال الدي، كنفضلهم على ديال ليدل، ننصحكم بهم. وصافي ودابا ان شاء الله غادي نبدي باول حاجه، وهي غادي ندير الفلفله في الفران باش نشويها، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نكملوا التحضيرات ديالنا. اول حاجه غادي نقوموا بها هي نحضروا واحد تحليه بارده بدون فرن. وفي التحليه هذه غادي نحتاجوا لي بودوار، كما يمكن لكم تعوضوهم بسكويت بتيبا. هنايا عندي طرو ديال الحليب، عندي الخوخ معلب، هنا عندي واحد الياغورت بنكهه ديال الخوخ، عندي زوج ديال لي ساشي ديال الفلون، وهنايا كذلك عندي خمسة ديال المعالق كبار ديال السكر. هنا غادي ناخذ هاد الخوخ المعلب وغادي نصفيوه من هذاك العصير ديالو، لاننا غادي نحتاجو هاد السيرو هذا. هنا غادي ناخذ واحد لو سيركل ولا هاد الاطار هذا، انا هنا خديته مربع، يمكن لكم تاخذوه يكون دائري. وهنا غادي نمرو باش نبقاو نغطو هاد لي بودوار، غادي نغطو البودوار في هاد السيرو هذا ونبقاو نحطو، يعني نغطو غير واحد الغطيسه خفيفه. صافي هنا من بعد ما حضرنا هاد لي بودوار هادو، غادي نحتفظو بهم جانبا. والان غادي نمرو باش نحضرو لاكريم. هنا عندنا في الكاسرونه غادي نوضعو السكر، غادي نوضعو كذلك المايزينا، هنا غادي نوضعو هاد زوج ديال لي ساشي ديال فلون فاني، وهنا غادي نبقاو نضيفو الحليب. هنا عندنا يترو ديال الحليب، غادي نبقاو نضيفوه بالتدريج باش ندمجو لنا جميع هاد العناصر. وهنايا غادي نوضعو فوق النار حتى يعقد لنا مزيان هاد الخليط هذا، ومن بعد غادي نضيفو له هاد الياغورت اللي عندنا بنكهة الفوق.
وهنايا كما كتلاحظوا معايا من بعد ما نحصلوا على واحد القوام اللي كيكون هكا متماسك يعني كتقصح لنا هذيك الكريمه، غادي نضيفوا له هذا الحك ديال الياغورت. وهنايا غادي نخلطوه مزيان، وهنا من بعد غادي نصبوه فوق هذاك البسكويت ديالنا. صافي هنا من بعد ما هاد التحليه هادي كتدفى غندخلوها للثلاجه حتى تبرد مزيان، ومن بعد غادي نتلاقاو باش نزينوها بالقطع ديال الخوخ. يمكن لكم انكم تزينوها يعني بالفواكه الموجوده عندكم، انا هنايا عندي غير هاد الخوخ هذا المعلب، اما يمكن لكم تضيفوا كذلك يعني المانغ او الكيوي فخاز، يعني نتوما شنو بغيتوا تزينوا بها. انا هنايا فضلت انني يعني نزينها بالنكهه ديال الياغورت اللي استعملت. وصافي هنا غادي نواصلوا التحضيرات ديالنا، وغادي نمروا باش نبداو التجهيزات ديال السلطه ديالنا. وهنايا كما كتلاحظوا من بعد ما الكيكه ديالنا غادي تشمت مزيان، غادي بواحد السكين هكا نحاولوا في الاطراف باش ما تكونش لاصقه، ونحيدوا هذاك الاطار ونزينوها على حسب الشكل اللي بغيناه. وصافي هذا هو يعني الكيكه ديالنا، وجدت كما لاحظتوا جد سهله وسريعه التحضير. وهنايا غادي نخليكم في هذا الفيديو هذا، ونتلاقاو ان شاء الله في الجزء الثاني باش نوصلوا تتمه ديال الوصفات. غادي نشارك معكم واحد البريوات اللي تيجيو رائعين كيحمروا الوجه، انصحكم انكم تجربوهم، ونعطيكم موعد في الفيديو الماجي ان شاء الله. الى اللقاء.